الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، لأننا غادي نحاول نديرو التمرين المتعلق بمعادلات مستقيم. إذا عندنا أو إي جي، تمرين من الكتاب المدرسي أو إي جي، مع المتعلم منظم. أ أفصولها واحد وأرطوبها ناقص واحد، بي الأصول ديالها اثنان والأرطوب ديالها واحد، والسي الأصول ديالها اثنان صفر والأرطوب ديالها اثنان. أولا حدد معادلة المستقيم أ بي. إذا السؤال الأول، حدد معادلة مستقيم أ بي. إذا أخذنا المستقيم أ بي فهو معرف بنقطتين، إذا كان النقطة أ إحداثية ديالها هي واحد ناقص واحد، والنقطة بي الإحداثية ديالها هي اثنان واحد. هنا باش نحدد المعادلة ديال المستقيم، نحدد ميل المستقيم أ بي. الميل ديال المستقيم أ بي إم هو الأرطوب ديال النقطة مثلا بي ناقص الأرطوب ديال النقطة أ، على الأفصول ديال النقطة بي ناقص الأفصول ديال النقطة أ، أو العكس، الأرطوب ديال النقطة أ ناقص الأرطوب ديال النقطة بي على الأفصول ديال النقطة أ ناقص الأرطوب ديال الأفصول ديال النقطة أ. من بعد غادي نعوضو، الأرطوب ديال النقطة بي فهو واحد ناقص الأرطوب ديال النقطة أ هو ناقص واحد، الأفصول ديال النقطة بي فهو اثنان، الأفصول ديال النقطة بي هو واحد. واحد نحول الفرق إلى مجموع، زائد زائد واحد على اثنان ناقص واحد هي واحد، واحد زائد زائد واحد هي اثنان على واحد اللي هي اثنان. إذن المعادلة المختصرة للمستقيم أبي تكتب على شكل إيكغيك اثنان إكس زائد بي. بقينا نحدو بي اللي هو الرتوب عند الأصل، نحدد بي الرتوب عند الأصل. باش نحدد الأرطوبة بين الأصل يكفي ناخدو النقطة أ ولا النقطة بي، لأنها كتنتمي النقطة كتنتمي إلى مستقيم أ بي. مثلا عندنا النقطة أ تنتمي إلى مستقيم أ بي، يعني الأرطوب ديال النقطة أ كيساوي اثنان الأفصول ديال النقطة أ زائد بي، نحققها. الأفصول ديال النقطة أ فهو كيساوي واحد، الأفصول ديال النقطة أ كيساوي واحد، اثنان ضارب أو عفوا الأرطوب ديال النقطة أ فهو كيساوي ناقص واحد، الأفصول ديال النقطة أ فهو واحد ضارب واحد زائد بي، ناقص واحد، اثنان في واحد هي اثنان زائد بي. إذا هنا نحول الضاد للطرف الآخر نغيرو على الإشارة، تساوي بي ناقص واحد زائد ناقص اثنان نحول الفرق إلى مجموع، ناقص واحد زائد ناقص اثنان دوم إشارتان نفس الإشارة، المجموع ديالهم هو ناقص ثلاثة تساوي بي. ومنه معادلة مستقيم أبي هي إيكغيك تساوي اثنان إكس ناقص ثلاثة، وهذه كتسمى كذلك معادلة مختصرة للمستقيم. ثم غادي نحددو معادلة مختصرة ديال المستقيم ثانيا، نحدد معادلة مختصرة للمستقيم مثلا بي سي. لدينا إذا المستقيم بي فهو كيمر نقطتين، إذا بي وحدتية ديالها هو اثنان واحد، و سي وحدتية ديالها هو صفر اثنان. لنحدد ميل المستقيم، نحدد ميل المستقيم بي سي، نسموه مثلا ام بريم، مثلا هو الأصول ديال النقطة سي أو الأرطوب ديال النقطة سي ناقص الأرطوب ديال النقطة بي، نفس الشيء على الأصول ديال النقطة سي ناقص الأصول ديال النقطة بي، سي سير بي بي. فكنعوضو، الأرطوب ديال النقطة سي ولا الأرطوب هو اثنان ناقص الأرطوب ديال النقطة بي هو واحد على الأفصول ديال النقطة سي فهو صفر ناقص الأفصول ديال النقطة بي هو واحد، اثنان ناقص واحد فهي اثنان عفوا واحد، صفر ناقص واحد هي ناقص واحد تساوي ناقص واحد. إذا إكريك سي هي اثنان ناقص واحد، هنا عفوا هنا اثنان ماشي واحد، هنا اثنان، هنا الأصول ديال النقطة بي هو اثنان، إذا صفر ناقص اثنان هي ناقص اثنان، إذا أنا كتساوي واحد ناقص واحد على اثنان، كتساوي ناقص واحد على اثنان. ومنه معادلة مستقيم بي سي هي إكري كتساوي ناقص واحد على اثنان إكس زائد بي. لنحدد بي الأرطوب عند الأصل، لدينا سي تنتمي إلى مستقيم بي سي، يعني لخدينا إيكغيك سي تساوي ناقص واحد على اثنان
إكس سي زائد بي. إكريك سي فهي الأرتوب ديال النقطة سي كيساوي 2، تساوي ناقص 1/2 ضارب الأصول ديال النقطة سي فهو 0 زائد بي، يعني 2 ناقص 1/2 0 هي 0 زائد بي، إذن 0 زائد بي هي بي، ومنه معادلة مستقيم بي سي هي إكريك تساوي ناقص 1/2 إكس زائد 2. سؤال 3، استنتج أن مثلث أ بي سي قائم الزاوية. هنا لدينا مستقيم أ بي، استنتاج أن المثلث أ بي سي قائم الزاوية. لدينا أ بي، مستقيم أ بي معادلته إيكغيك تساوي 2 إكس ناقص 3، بي سي معادلته ناقص 1/2 إكس زائد 2. هنا استنتاج عن انطلاقا مما سبق، إذن يكفي نبين بأن مستقيم أ بي ومستقيم بي سي متعامدان. ما لدينا؟ إذا خدينا ميل مستقيم أبي فهو كيساوي 2، إذا ضربنا في الميل ديال المستقيم بي سي اللي هو ناقص 1/2 تساوي ناقص 2/2 تساوي ناقص 1، وكنعرفوا بأن إذا كان جدا ميلين مستقيمين كتساوي ناقص 1 فالمستقيمان متعامدان، منه مستقيم أبي عمودي على مستقيم بي سي، وبالتالي المثلث إذا خدينا المثلث إذا خدينا مستقيم أبي مستقيم بي سي، هذا مستقيم وهذا مستقيم، إذا المثلث قائم الزاوية في الرأس بي، مثلث أبي سي مثلث قائم الزاوية في الرأس بي، وبعد نكون سالينا التصحيح ديال هاد التمرين. اللي عنده شي سؤال خليه في الكومنتير. السلام عليكم ورحمة الله.